بزاف. كون كنتي كتغوتوا على قد النضال ديالنا وعلى قد العدد اللي حاضر كنت كتغوتوا غير شي شويه، دابا انتما كتغوتوا بزاف. جيب السي هناوي ديك القرعه ديال راه الشاب ديالها احمر. سمحوا لي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الحاضرين، بطبيعة الحال أولا الإخوة الذين استجابوا لدعوتنا لهم الشكر سلفا، ولا أخفيكم أنني أشعر أنهم ربما قالوا كل شيء، فحتى ذاك الأمثلة اللي كنت مجدة لي منها شي شوية ولي محمد، فكنت سائل شنو بقى لي ما نقول. وهاد الإخوان اللي كيديروا الشعارات كنشكرهم، الله يجزيكم بخير. غير تنقصوا شويه من الصوت، وبحال اللي قال لكم الاخ خليوني تنكمل وعاد نديروا عاد نجمعوا الحصيصه كلها هي. والاخوان الحاضرين اخوات الحاضرات اشكركم جميعا. هو هذا المهرجان هو فكره ديال الاستاذ الكبير الاخ العزيز السي عبد العزيز العمري. اللي ربما البعض فيكم يكون نساه كاع، راه هو اللي كان العمده ديالكم على مدى 6 سنوات طويله. لا لا ومن حقكم تنساوه، علاش؟ لان هو ديما كيتخبى، كيخدم مزيان ولكن كيتخبى، وهذه عمرني ما شفتها. كنعرف الناس ما تيخدموش وكيتبندوا، ولكن اللي كيخدم مزيان تيتخبى، هذه مازال ما عرفتهاش. وقال ودي قال لنا في المكتب ديال الأمان العامة، تما في الأمان العامة قال ما يمكنش ما نعملو. طبعا حزب العدالة والتنمية راه هو لو 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 كان هنالك عداد هو الأول من النهار اللي جات هذه القضية ديال، وحتى قبل دائما من النهار اللي جات هذه القضية ديال طوفان الأقصى هو الأول في الساحة، هو الأول في الساحة في كافة مدن الوطن. تظاهرات كل أسبوع مرة أو مرتين، والمسيرات كلها، وكيحضر المسيرات اللي كينظموها الناس اللي هو تيشتغل معاهم منهم هذه المجموعة ديال السي العالم، والناس اللي تيعتبروه ما عندوش الحق كاع يناصر القضية الفلسطينية، وكأن عندهم هما طابع ديال القضية الفلسطينية. حزب العدالة والتنمية لا ينتظر الاعتراف من أحد بأنه حسن السلوك. حزب العدالة والتنمية يناصر القضية الفلسطينية لوجه الله، ولأنها مسؤوليته أمام الله، ولأنها مسؤوليته أمام التاريخ، ولأنها مسؤوليته أمام أمته، ولأنها مسؤوليته أمام شعبه، ولأنها مسؤوليته أمام دولته مهما كلف الثمن. والناس اللي بغاو يصفيوا الحسابات مع العدالة والتنمية لأنه ذات يوم الامين العام ديالو عمل واحد العمل اللي حتى شي واحد ما عرفو ما استوعبو ما اتفق عليه، هادو راهما غير تضيع وقتهم، لانه كل شيء اذا كان بحال اللي تيقولوا العرب اهل الميت صبروا والعزاين كفروا، راه الاخوان ديال المقاومه كيعرفوا مزيان العداله والتنميه مختلف الطوائف ديالهم، وكيعرفوا كيفاش كيتواصلوا معاهم، وكيعرفوا شكون كيستدعوا الملتقيات ديالهم، وكيعرفوا من كيطلبوا الكلمات ديالهم، وكيعرفوا شكون اللي كيساندهم ماديا، وكيعرفوا شكون اللي كيساندهم معنويا. والحالات انه مع ذلك رغم ان العداله والتنميه عمرو ما كان مع التطبيع، وعمرو ما غيكون مع التطبيع، ومع ذلك وسبق له ان اعتذر عن هذا الحدث، وان كان اللي تيخصو يعتذر اذا بغى يعتذر شي يوم من الايام هو الاخ الفاضل والدكتور الكبير الاستاذ السي سعد الدين العثماني، لانه هذاك الشيء اللي عمل عنده ظروف هو اللي عارفها. ولكن حنا كحزب العداله والتنميه حنا القضيه الفلسطينيه
لا نبيع بها ولا نشتري بها وتجري في دمائنا، ولو كان من الممكن أن نساهم بدمائنا لساهمنا بها. هذا الشعر ديالك ما فهمت انا بالضبط، معقد معقد. انا بغيت نقول لكم الاخوان علاش وافقناه حنايا. وافقناه لاننا بقينا كنشعروا بانه رغم اننا كنعرفوا بان المغاربه الحمد لله متعاطفين مع اخوانهم الفلسطينيين، وانهم الروح ديالهم معاهم والقلب ديالهم معاهم. هاد الاخوان هاد هاد هاد, هاد قررنا باش نعقدوا هاد اللقاء هذا، وخا الظروف ربما ماشي مناسبه بزاف، وخا كاينه العطله وخا الى اخره، ولكن هذا راه كله ماشي مبرر في الحقيقه، لان العدد ديال الاخوان اللي حاضرين عدد جيد، ولكنه لا يرقى الى ما تقتضيه القضيه الفلسطينيه، لانه كاين تنشعروا باللي كاين كلام تيروج في هذا الوطن العزيز يفت في العضد وينقص من الحماسة ويربك المواطن العادي، ولهذا بغينا هذا الكلام هذا نرد عليه. والحمد لله العروض الثلاثة اللي كانت بكل صراحة زعما هي من مستوى رفيع وحري بالشباب ديالنا بالخصوص، لأنه الناس اللي في السن ديالي هذه القضية عاشوها من أول يوم على الأقل من 65، واللي تأخر فينا من 67. حنا كنا ديك الساعة واعيين وكنتبعوا شنو تيوقع، إلى اليوم نكاد نعرفها يعني يوما بيوم، ونعرف أحداثها وتسلسلها، ولكن الشباب ديالنا اليوم بحال في واحد الحالة ديال الأمنيزيا، ما منتبهينش، خصهم يفهموا شنو هي الحقيقة ديال هذه القضية الفلسطينية، وعلاش كنتكلموا عليها، وعلاش حنا دابا في واحد السن اللي واخا نديروا اي شيء مودعون. لا مفر من هذا، خص الانسان يكون بعقله. لو كان شي منطق، هذا مولاي محمد خليفه راه تجاوز الثمانين، خصو يكون مكرم معزز مجل في الدار ديالو جالس، ولكن هو فين ما نعيطوا عليه كيجمع المسكين الحقائب ديالو بلا حقائب، وتيستجب وتيجي باش يقول هذا الكلام النفيس. وكذلك الاخوان كلهم في السن ديالي ولا اكبر مني، وان كنت انا اصغرهم اليوم، فحتى انا راني تجاوزت السبعين، فخص هذا الشيء هذا يعني الشباب ديال الامه يفهموا علينا ويستوعبوا. ولهذا اول شيء مشاو الناس تيقولوا هاد حماس شداها قاعد تمشي لهاد الهجوم من اللي ما قداش باش تكمل وباش توصل النتيجة. وانا بغي نقول لكم واحد القضيه الاخوان، انتم عارفين بلي هذه القضيه ديال فلسطين ما بداتش في 7 اكتوبر، بدات عمليا من 48 48 عصابات صهيونيه ارهابيه دخلت على الناس لديورهم وخرجتهم منهم وقتلت وهجرت وفعلت الافاعيل وعملت المذابح. ومن ذاك الوقت وهذا الشعب الفلسطيني كيعاني، اخرج من بيته. شكون هو هذا الشعب الفلسطيني بالنسبه الينا الاخوان؟ واش ما عندنا علاقه معاه؟ هادو خوتنا. الله تعالى اللي جا دارنا اخوه، قال انما المؤمنون اخوه. هؤلاء اخواننا في الدين، والدين هو اعظم شيء، واخواننا في العروبه، والذي وقع لهم يعني كان يجب حسب شرعنا وشريعتنا ان نهب جميعا لمناصرتهم. طبعا الحال ديك الساعه كان الاستعمار، كان محمد الخامس رحمه الله اطلق لحيته في تلك اللحظه حزنا على ما يقع في فلسطين. وهذا هو اللي كان الاخوان حضرتيه معنا بعد 67، كيفاش كان الشعب المغربي يتنافس في اظهار المساندة لإخوانه الفلسطينيين، ويذهب رجال منه ليقاوموا مع إخوانهم الفلسطينيين. وبحال اللي قال الأخ السي العالمي، الحسن الثاني الله يرحمه عمل ضريبة
ضريبه اللي بغى يشري الكارو كيخلص تيخلص الفلسطين 21 ولا 30 سنتيم الا باقي كنتذكر. واللي ديك الساعات واللي بغى يدخل للسينما 20 ولا 30، واللي بغى يدخل للسينما تيخلص ضريبه لفلسطين. وبالمناسبه نقول لكم واحد القضيه، هذوك الفلوس باقي واحد الطرف منهم في الخزينه المغربيه الى الان، وخصهم يمشيو للمقاومه الفلسطينيه، ما يبقاوش دين علينا. وما تنساوش الاخوان، والحسن الثاني رحمه الله كان كيعمل هذا الشيء لان الاحزاب السياسيه كانت هابطه للشارع، كانت القضيه الفلسطينيه غير كتسمع شي حاجه على القضيه الفلسطينيه ياتي الناس من كل فج عميق، وكتكون المدرجات عامره، وتيكون الحماس في اشده، والناس مستعدين يمشيوا يقتلوا في سبيل الله. وبحال اللي قلت لكم هذيك المسرحيه اللي وقعت في 68، ما عرفتش كان حاضر معنا مولاي محمد الخليفه ولا لا، وبقاو العيالات تيعطيو 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 الحلي ديالهم، والرجال كيعطيو الفلوس، فهمتيني ولا لا، بشكل لا يمكن ان تتخيله. اين نحن الان من هذا؟ اين نحن الان من هذا؟ واما ما نتكلموش على 73 فاش صفت الحسن الثاني الرجالات ديالنا يموتوا وباقي المقابر ديالهم في الجولان وفي سيناء للدفاع عن فلسطين ولتحرير الارض، فهمتيني ولا لا؟ اين نحن اليوم من هذا؟ ولهذا احنا اليوم العداله والتنميه كيشعر باللي الواجب ديالو، كندعيو ندعو الاحزاب السياسيه الاخرى والهيئات كلها ان تتحمل مسؤوليتها. ونريد ان نقول للمواطنين الطيبين الذين لا يفقهون ما الذي وقع بالضبط، وهو انه هاد الاخوه الفلسطينيين قولوا لي الى ما داروش 7 اكتوبر اش غيديروا؟ شنو يمكن لهم يديروا؟ الفلسطينيون الموجودون في 48 في حاله، الفلسطينيون الموجودون في الضفه الغربيه ولات الدوله ديالهم مع الاسف الشديد كتعتقل المناضلين وكتسلمهم للاسرائيليين، وهم في حاله. شوف خصكم تشوفوهم كيفاش كيخرجوا يخدموا، تيخرجوا باش يوصلوا من الخدمه مع 8 الصباح، تيخرجوا مع 5 الصباح من البيوت ديالهم، وتيمروا من التفتيش، ويمروا من الاهانه، ويمروا من الادلال، ويمروا وكل مره كيفاش تيوقع من بعد ما كيكملوا. والاخوان ديالنا في غزه كانوا في سجن مفتوح، في واحد البقعه ديال الارض فيها 2,200,000 ولا 300,000 ديال الناس. انا اللي مشيت لتمايا انا والسيده ديالي، الخروج من غزه يعتبر انجاز، والدخول الى غزه يعتبر انجاز، وانا والبنت ديالي حاولوا ان يصدونا عن ان ندخل الى غزه، حتى دخلنا اليها بواحد النوع ديال التلطف وكذا الى اخره، مع واحد الاخ مسكين هندي، رجل مسلم صالح مات رحمه الله، هو اللي كان استدعانا باش نمشيو معاه، وتلاقينا تما مع قلاوي وداك الشيء الى اخره. فهاد الحاله هذه شنو بغيتيو يديروا هاد الناس؟ في الوقت اللي كيسمعوا كيشوفوا باللي اسرائيل ذاهبه في اتجاه تهجير سكان غزه، واحلال اليهود مكانهم، ودفعهم الى سيناء، واخراج سكان الضفه، ودفعهم الى الاردن، واخراج سكان 48 ودفعهم الى لبنان، والتوسع بعد ذلك حتى يصلوا الى دوله من النهر الى النهر. واحد يهوديه صحفيه فرنسيه قالوا لها هذا الشيء ديال 7 اكتوبر، كتعرف باللي وقع هذا الشيء ديال 7 اكتوبر، بدات اوروبا كان العالم بدا انهار 7 اكتوبر. كتقول اول سؤال كتسول شي واحد كتقول له قول لنا بعد الراي ديالك 7 اكتوبر، باش يقول حماس ارهابيه ويقول. قالت لهم اذا كانت شي راجل، اذا كان شي مغتصب يحاول ان يغتصب امراه وهي تحاول ان تدافع عن نفسها بقدميها، اليسو ديبا، ما يمكن حتى شي واحد يعيب عليها. فهذاك الشيء اللي داروا الاخوان ديال داف في 7 اكتوبر، هذاك هو الحد الادنى الذي كان على الاقل في امكانهم ان يفعلوه. وقد قلب الاوضاع، وكانت القضيه الفلسطينيه مهدده نهائيا، وكان المسجد الاقصى سيضيع. الاخوان ديالنا المحترمين، المسجد الاقصى واش حاجه سهله؟ لجنه القدس التي يرأسها جلاله الملك واش هي علاش الموضوع؟ وشنو هو السبب ديالها والسر ديالها؟ راه هو الاحراق ديال المنبر ديال المسجد الاقصى سنه 69. فهاد الاحداث هذه كلها هي كتخلينا نقولوا رحنا مقصرين في حق اخواننا الفلسطينيين بطريقه غير مقبوله. حنا كنقولوها وكنعترفوا بها. ولهذا انا اليوم
جيت باش نقول لكم انتم الاخوان ديالنا المغاربه اللي حاضرين واللي كيتابعونا عن طريق يعني البث الحي الى اخره، احنا رحنا جينا كاملين، واخا يكون العدد ديالكم اليوم ماشي هو اللي مطلوب، وان كان عددا محترما، واخا يكون هذا النشاط نجح، ولكن راه ماشي المقصود هو هذا النشاط، المقصود هو خلق ديناميكيه كبيره حقيقيه ترجع للمغرب. خليوا السياسه ديال الدوله، السياسه ديال الدوله عندها ظروف وكتعرفها هي، والنهار اللي غادي يشوفوا باللي الشارع كيتحرك حقيقه وباللي كيخرجوا الملايين حقيقه، تاكدوا ان الطبيع سيتوقف، وهذا قد وقع في عهد جلاله الملك محمد السادس سنه 2000. ولهذا احنا اليوم استدعيناكم باش نقولوا لكم الاخوان ديالنا، راه هذه مسؤوليتنا اليوم، احنا نحن جميعا، نحن وانتم، ومن خلال البث الحي الناس اللي كيسمعونا، باش يعاود ثاني يقومون بواجبهم في احياء قضيتنا الاساسيه، والتي جعلها جلاله الملك في نفس مستوى القضيه الوطنيه، وفي نفس مستوى القضيه ديال الاقاليم الجنوبيه والوحده الترابيه. خصنا نعرفوا باللي عندنا مسؤوليه، شنو خصنا نديروا في هذه المسؤوليه هذه؟ خصنا الاخوان الكرام نتذاكروا مع الناس، نحسوهم باللي راه كاين مشكل، نحسوهم باللي راه كاين تقصير، نحسوهم باللي راه كاين خطر مع الله. انا تنتسائل الاخوان باش من وجه غلقه والله تعالى، الا سولنا على الاخوان ديالنا الفلسطينيين علاش ما ساندناهمش بما نستطيع، ونحن نستطيع. انا تنقول لكم ما طلب منا حتى واحد، حتى هما ما طلبوش منا باش نمشيو لعندهم، ولكن باش نحضروا هنا، باش نتكلموا مع الناس، باش نشرحوا لهم، باش نوضحوا لهم، الرجال العيالات دير كاس ديال اتاي وعيط على صحاباتك ولا على صحابك وتكلم معاهم، والولاد الصغار وتشرح لهم وتوضح لهم وتفهمهم شنو هي القضيه الفلسطينيه وكيفاش بدات وكيفاش الشعوب العربيه كلها نالت الاستقلال ديالها واخا نسبي، وكيفاش هذوك الناس بوحدهم بقوا كيعانيوا، وان هذا غير معقول، وان هذه اسرائيل هي دوله غاصبه. نعم عندها شرعيه قانونيه من الامم المتحده، ولكنها لا تحترم الامم المتحده ولا تحترم قرارات الامم المتحده. لو كانوا هاد الناس هادو داروا الخير وتعاملوا مع الفلسطينيين مزيان وداروا بحال داك الشيء اللي عملت جنوب افريقيا، راه ما غاديش يكون هاد المشاكل هذه. ولكنهم يقتلون، يسجنون، يبيدون، يبنون الاسوار يعني ومراكز المراقبة، يعذبون، يقتلون الأطفال. هؤلاء وحوش في شكل آدميين، ويجدون المساندة من أعظم الدول وأقواها، والتي تسلمهم الأسلحة ديال الدمار الشامل. هذا الشيء هذا خصنا حنايا نقول اللهم إن هذا منكر. وبحال اللي قال لكم مولاي محمد، إذا قلنا هذا اللهم إن هذا منكر وكنا صادقين وكانت على حق، ستنتشر. كيخصكم تعرفوا باللي المغرب في الاربعينات، مولاي محمد يقول لكم راه ما كانوش بزاف ديال الناس كيثقوا باللي غادي يستقل. حتى جات الوثيقه ديال 44 وامضاها حوالي 60 شخصا. وشكون اللي قال ديك الوثيقه غادي تعمل هذا الاثر هذا كله؟ حتى جاء الله بالاستقلال. واما الجزائر، كتعتقدوا باللي الجزائر كان شي واحد كيعتقد باللي الجزائر غادي تستقل؟ الجزائر ما كانتش غادي تستقل، الجزائر كانت كتسمى لالجيري فرونسيز، وفي 54 انطلقت يعني الثوره ديالها، وما انتصرت حتى 62. الظروف تتغير، ولكن ملي كيتجبروا الرجال اللي تيقوموا بالواجب واللي تيحاربوا الخونه واللي تيقضيوا عليهم، قال لك بن بلا مشاو لعندو واحد المجموعه ديال الفلسطينيين الله يرحمه، فهمتيني ولا لا؟ مشاو لعندو واحد المجموعه ديال الفلسطينيين قالوا له تنهنيوكم انتم عندكم مليون شهيد وكذا الى اخره، قال لهم صحيح عندنا مليون شهيد ولكن قضينا على 400,000 ديال الخوان او لا شي حاجه بحال هكذا.
هذا ماشي، هذا ماشي اللعبة الإخوان، هذا ماشي اللعبة. طيب تيطرحوا علينا هذه القضية ديال الشيعة والسنة، اسمحوا لي يا الإخوان، ما كاينش شي واحد فيكم غادي يكون يمكن مولاي محمد أكثر مني كيعرف هذه القضية ديال الشيعة والسنة، أنا عايشها ودارسها وعارف اللي كيشتم عائشة واللي كيشتم. هذه أمور يعني أخطاء حنا كنعتبروها، ولكن الله ما قال لناش لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا إيران أو لا حزب الله أو لا لبنان، قال لنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دابا واش هذا الكلام تبدل ولا كيفاش؟ ولهذا هاد الإخوان اللي تيقولوا الشيعة والسنة راه ما فاهمين والو، إذا كانوا صادقين، إلا ما كانوش مدفوعين وكانوا مأجورين مع الأسف الشديد. وأنا كنعرف باللي على الأقل فيهم واحد رجل صادق ولكن رجل مجذوب، الله يرد بينهم به. هادشي اللي كاين. فهذا الموضوع هذا يمكننا نعيبوا على حسن نصر الله اللي بغينا. فعلا حسن نصر الله في القضية ديال سوريا تصرف بما لا يناسب يعني دينه ولا عقيدته، وكان ضد هو في الحقيقة. ألزم بذلك. واضطر إليه. ولكن ملي جات القضية الفلسطينية في الأول قاوم شوية، ولكن في الأخر وقف موقف ديال الرجولة وديال البطولة وديال الشهامة وديال الشجاعة. قال ما يرجعوش اليهود للديور ديالهم في الشمال ديال إسرائيل حتى يرجعوا الفلسطينيين غزة، وما توقفش الحرب بيننا وبين إسرائيل حتى توقف الحرب، ماشي على حماس، تتوقف الحرب على ماشي الحرب، الاباده العرقيه والاباده الجماعيه ديال سكان غزه. هذا الكلام هذا الاخوان من اللي قالوا ما كنشكش انه بدون شك كيعرف شنو كيتحمل كمسؤوليه، كان نتيجته انه اغتيل بعده ببضعه ايام، والموت اكبر شهاده. ملي تموت في سبيل شي حاجه حتى واحد ما يمكن له يجي يبدا يقول لك باللي انت كنت غير كتلعب ولا كتناور ولا شيء من هذا القبيل. وثم هاد الناس اللي كيقولوا لنا الشيعه والسنه، حنا هاد الشيعه غير جينا ومشينا لهم، هاد السنه فينا هما؟ الدول السنيه فينا هي؟ عندها مسؤوليه امام الله. الاخوان الفلسطينيين كلهم سنة إلا قليل، بعض الأشخاص اللي تشيعوا. فين هو الواجب ديال النصرة ديالهم؟ ما قلنا لهمش يعني يحاربوا معهم. قلنا لهم غير ينصروهم، لو كان وحدة من الدول ديال الطوق هددت بقطع العلاقات أو غير بتمزيق المعاهدات بينها وبين إسرائيل، أقسم لكم بالله حتى توقف الحرب. الملك حسين رحمه الله نهار اللي سموا خالد مشعل عيط على كيظهر لي كان نتنياهو، لا كان رابين، وقال له راه الا ما جبتيوش يعني الدواء المضاد لهذاك السم راه غادي نوقف العلاقات معكم. جابوه له كيجري. فين هما؟ ثم واحد القضيه تيقولوا هاد الإخوان ديالنا ديال السنة المحيطين بهذه الدول، تيقولوا باللي إلا مشات حتى انتصرت القضية الفلسطينية غادي تنتصر حماس، ولا انتصرت حماس غادي يجيو لعندنا. دابا هاد الكلام هذا منين جابوه هاد الناس؟ وعندهم دابا بالسلامة والعافية إلا انتصروا الصهاينة زعما غير يهنيوكم. أنا سمحوا لي يا الإخوان، أنا راني لقيت في الانترنت كلام ديال شي مسؤول اسرائيلي ما عرفتش شكون هو، فهمتيني ولا لا، كبير، تيتكلم على المغرب وعلى انه في المخطط ديالهم يقسموا المغرب الى 6 دول وتكون فيها السيطره للصهيونيين. وقالوا اعطى الحجه والبرهان، قال لهم غادي نضغطوا سوبفيرسيف، يعني سوبفيرسيف هي هجوميه، غادي نضغطوا باش ما يبقاش التاريخ ديال المغرب تاريخ ديال المغاربه، غيولي تاريخ ديال الحضاره المغربيه اليهوديه. وقال لهم كنذكركم وذكركم، راه هذا الشيء راه في دقيقه و50 ثانيه ولا 30 ثانيه، وراه عندي مسجل، غير واقيلا السي عزيز قال لك بلا ما
وقال لهم كنذكركم باللي الاوروبيين كانت الحضاره ديالهم كتسمى الحضاره الاوروبيه. دابا كلشي الاوروبيين تيقولوا لا سيفيليزاسيون جوديو كريتيان. كاين سيفيليزاسيون جوديو كريتيان؟ دابا ولاو شي ناس تيقولوا هذه غير كذبه. الاوروبيون ما فتئوا يقمعون الاسرائيليين ويقمعون اليهود. واين وجد اليهود البلاد واين وجد اليهود الامن؟ في الدول الاسلاميه. ولا بغيتيو على هذا الشيء شي دليل؟ شوفوا كان غنذكركم بجوج حوايج بساط. اليهود ديال اسبانيا ملي وقعت لا ريكونكيستا ما يسمون يعني اعاده الغزو وخداوها المسيحيين، هربوا المسلمين جاوا للمغرب اللي قد يهرب، وهربوا اليهود فين جاوا؟ جاوا للمغرب، ومشاو للجزائر ومشاو لتونس ومشاو لليبيا ومشاو لمصر ومشاو لتركيا. تما لقوا الراحه وهم باقيين عايشين معنا الى الان. ولكن داك الشيء اللي دارت لهم اوروبا، شكون اللي غيخلص الثمن ديالو؟ العرب والمسلمين والشعب الفلسطيني. علاش؟ الظلم. انتم اللي درتيو لهم هذا الشيء، انتم اللي خصكم تخلصوا الثمن ماشي حنا. ولكن قال لهم، قال لك حنايا دابا فرضنا، دابا كل شيء تيقول لا سيفيليزاسيون جوديو كريتيان، غدا غادي يبغيو يقولوا هنايا. ولهذا كان عندي واحد المثال بغيت نضربه لكم. فاس كانوا ما عندهمش الطبيب اللي كيتاكد واش الانسان مات ولا بقي عايش، باش تيعرفوا اللي مات من اللي عاش. الا شافوا شي واحد ظهرت عليه العلامات ديال الموت، كيشدوا واحد الشوكه، دوك الشوك اللي كانوا شحال هذه كبار الى عقلتي عليهم، كيجيو لرجليه وكيغرزوها فيه. الا كان باقي فيه الحياه كيتحرك، الا ما كانش فيه الحياه الا مشاو تغرزوها فيه، فهمتيني ولا لا؟ وما تحركش كيعرفوه مات كيديو يدفنوه. دابا هادو جاو غرزوا فينا الشوكه والخنجر والرمح والقنابل والغرائب فلسطين، ونحن يبدو كأننا ميتون. واش نبكي أو أتبكى أو ماذا أفعل؟ هذه أمة واحدة. قرب أنت لشي يهودي يقول له كلمة في فرنسا، كلمة تقوم عليك القيامة. حتى أنا كنتبعهم اش تيقولوا. الانتيسيميتيزم ماشي جرائم، لا، غير شي يهودي كان دايز وشي واحد قال شي كلمه ماشي هي هذه، وهذاك تتقوم عليه الصحافه انا قلت لهم، ان اليهود بلداء لانهم في عوض ما يتصالحوا مع الناس اللي قدامهم، غاديين كيحاولوا يتصالحوا مع الناس اللي بعاد، والناس اللي قدامهم دايرين فيهم العار. قامت عليا ضجه في المغرب وفي فرنسا وفي جريده الموند. شنو هذا؟ كلام بسيط. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوا وهم يعلمون. هذا كلام الله ما لقاش معهم اتساع. ولهذا هاد الإخوان ديالنا العرب خصهم يفهموا واحد القضية، وهو أنه ذات يوم واحد المعتمد بن عباد قال: لأن أرعى الإبل ليوسف بن تاشفين خير من ان ارعى الخنازير لالفونسو. حتى لو افترضنا ان هاد التخوفات ديالهم صحيحه، والتخوفات ديالهم ماشي صحيحه. الاخوان ديال حماس ولا الاخوان ديال المقاومه الفلسطينيه وكل فصائل المقاومه تقاوم في غزه، كلها تقاوم وتقاوم في فلسطين. هادو كيطلبوا حقهم في الحد الادنى. قلتي وغتعطيهم دوله؟ اعطيهم دوله. قلتي وغتعطيهم دوله 30 سنه هذه ما عطيتيهم لا دوله ولا والو. وزدتي وكتاخذوا الارض، وزدتي وكديروا المستوطنات، وزدتي وكديروا، وحنا اليوم ساكتين. من جاب الله لقاو ايران. ايران انا معروف الموقف ديالي منها، ولكن دابا اش غتقول؟ ما عندك ما تقول. غتقول ايران كتقوم بالواجب، وهي عرضات الارض ديالها للهجوم اكثر من مره. هذا الشيء وراها دايره امور خطيره، وهي معرضه لكي تهجم عليها الولايات المتحده. لا بد ان نعترف بانهم يعني حملوا هذه المسؤوليه في واحد الوقت اللي ما بغى يحملها حتى شي واحد، في الوقت اللي حنايا يعني في الضفه الغربيه مع الاسف يعني هذيك السلطه الفلسطينيه تتصرف تصرفات تخجلنا.
كانت واحد القضية كنت غنتكلم عليها وسبق لي لها مولاي محمد، ولكنها مهمة بالنسبة لي أنا، غيسمح لي غنعاود نتكلم عليها. وهي واحد السيدة كانت في فرنسا، وكان وكنا نعاني معها بكل صراحة، وكانت تنتقد الإسلام وتهاجم الإسلام وتشتغل مع أعداء الإسلام. كانت مع ديك شارلي بدول اللي كانت كتعرض بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكتنشر عليه الكاريكاتيرات إلى آخره. مؤخرا الهوية ديالها تحركات العربية والإسلامية والمغربية، لأنه واخا هاد الدراري كيقراو في فرنسا وداك الشيء، راه ما عمرهم غادي يتخلصوا من الطبيعة ديالهم، ما عمرهم غادي يتخلصوا من الأصل ديالهم، ما عمرهم غادي يتخلصوا من المنشأ ديالهم. قالت كلمة تتقول فيها فقامت عليها القيامة، والآن هي متابعة ومهددة بدخول السجن، وأظن أنها لم تفكر في مغادرة فرنسا. قالت أنا مستعدة، أنا مستعدة باش ندخل السجن، لأنه لقيت بلي هذه الحضارة ديالهم وهذه الحرية اللي كيتكلموا عليها وحقوق الإنسان اللي كيتكلموا عليه، كل شيء هذا الشيء كذوب، كل شيء هذا الشيء غير للهمومة والناس اللي كيبغيو هما. أما حنا لا، ما دخلنيش في هذا الشيء، حنا ما كيعتبروناش بشر وما كيعتبروش عندنا هذه الحقوق. وأنا أعجبت بهذا الموقف، وانتظرت الفرصة وطلبت من السيد الرئيس باش يكتب عليها وكتب عليها وتظهر لي نشرت هذيك الكلمة المحترمة، وانتظرت باش نوجه لها هذه التهاني ديالي، لأن أنا في الحقيقة كنت كنعتبرها خصم ديال هذه الأمة هذه، وهي كتعتذر اليوم. أنا غير باقي كنتسائل هاد وجه الويل، وجوه الويل اللي عندنا في هذه البلاد، اللي واحد فيهم مشى تيقول كلنا إسرائيليون، واحد آخر مشى تيتهم الإخوان ديال الحماس بأنهم حيوانات، وكيتهمهم بأقدع الاتهامات. واش ما فيهمش؟ أنا كنعرف بلي هذاك السيد الجلود دار واحد المراجعة، ولكن داك الشيء ما كافيش، خاص يكون فيك الرجلة اللي كاينة في زينب. وتقول الحقيقة، وتنتقد داك الشيء اللي كيديروا الإسرائيليين، وتنتقد داك الشيء اللي كيديروا اللي كدير الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، وما تخافش، ولا خفتي كاع دخل البلاد، داك الشيء ما سما كاين، الهروب في اتساع رجلة، خلي غير هذيك زينب هي اللي تبقى تما وتؤدي ثمن شجاعتها وجرأتها. وهذوك الصحفيين ديال جوج دريال، اللي انا ما مقتنعش كاع باللي هما مقتنعين بداك الشيء. انا كنظن هذوك ولاد الشعب هذوك لا بد يكونوا حتى هما وفيهم اليساريين وفيهم ما نعرف شنو. بالمناسبه السي سهيل هذاك نبيل عبد الله راه رفيق ديالك انت، ولكن حنا راه خونا، حنا راه كنقولوا الاخ نبيل بن عبد الله، ولا هداكم الله حتى انتم تحيد. لا لا، انت رفيق ديالنا، انت دابا السي سهيل خاصكم هذيك الرفيق تحيدوها صافي، يمكن غير الاخ، واخا انتم شيوعيين سابقا حيدوها. انا هاد الاخوان ديال التقدم والاشتراكيه لقيت فيهم الرجله، لقيت فيهم الوفاء، واداو الثمن ديال العلاقه ديالهم معنا. ولكن المهم، الناس ملي كيشوفوا نبي بن عبد الله اليوم تيسلموا عليه، تيفرحوا به، تيقدروه، ومن بين الامور اللي تيقولوا سلم على السعد الاله، ان ما بقاوش تيفرحوا بيناتنا. فلهذا حنا اليوم الاخوان ديالنا الكرام اجتمعنا في هذا النهار باش نجدوا العزم. خليني نقولها لكم، كلنا ترخينا نجدوا العزم على هذا الكلام اللي قال مولاي محمد، ونعاودوا نحركوا هاد راه الحمد لله المغاربه راهم مسلمين، والمغاربه راهم رجال، وهذا الشيء دابا سواء تعلق الامر بالاسلام او تعلق الامر بالعروبه او تعلق الامر بالانسانيه، مادام اليهود خارجين كينتقدوا على اسرائيل، مادام الامريكيين خارجين كينتقدوا على اسرائيل، مادام الفرنسيين الرئيس الفرنسي كينتقد على اسرائيل، قال له ما الحضاره لا 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 يدافع عنها بالبربريه، اون نو ديفون با اون سيفيليزاسيون افيك دو لا بغبغي،
مادام هذا الشيء هذا اليوم واقع، وبلا ما نتكلموا على جنوب امريكا، وبلا ما نتكلموا على جنوب افريقيا، وبلا ما نتكلموا على اسبانيا اللي اتخذت مواقف يعني ديال الاعتراف بالدوله الفلسطينيه، طوفان الاقصى كان لابد منه. اذا كان اليوم يعني يقتل من اخواننا الفلسطينيين بالالاف، وانا ما متفقش مع ذاك الارقام اللي كيعطيو، لان هذيك ارقام يعني ديال الناس اللي لقاوهم ودفنوهم، اما اللي كاينين تحت الانقاض واللي باقي ما دفنوش واللي باقي ما تعرفوش واللي ماتوا ما علم بهم غير الله سبحانه وتعالى، واللي تجرحوا فهمتيني ولا اكثر من ذاك الشيء، انا كنظن الضعف على الاقل. ولكن مع ذلك حريه الشعوب لا يقدر لها ثمن مهما كان. والمغاربه عليهم جوج المسؤوليات، الاولى هي يقوم بالواجب ديال النصره ديال الاخوان ديالهم بما يستطيعوا. ما تقولوش ليا لمن غنعطيو الفلوس السعب الى وداك الشيء، اللي بغى يعطي شي حاجه راه كيعرف غادي يقلب على من يعطيها. والمساله الثانيه هي المغاربه خصهم يربيو ولادهم على المبادئ الدينيه، راه المتصهينين تسربوا لتعليمنا وتسربوا لكتبنا المدرسيه. خصهم يربيو ولادهم، علاش؟ لان المستقبل ما علم به غير الله. هذا الشعب الفلسطيني سمحوا لي نقولها له بالدارجه، باز ليه داخل في الانفاق، ما قدرتش عليه خامس جيش في العالم، هذه اكثر من سنه، والشعب ديالو تيموت وتيقول المقاومه تاج فوق رؤوسنا. خصنا نوجدوا ريوسنا للمستقبل الاخوان، الله وحده يعلم هذا الشيء واش غياخذ عام ولا عامين ولا خمس سنين ولا عشر سنين، الله اعلم. خصنا نوجدوا راسنا للمستقبل، ما عرفناش شنو غيوقع. نحن امه وهذاك ترامب تيقول لهم هاد اسرائيل ضيقه على هذاك الشيء، خصنا نوسعوها. فين غيوسعها؟ سيوسعها في اراضينا بدون شك، لا قدر الله، وسيوسعها على حساب شعوبنا، وما عندنا حتى شي ضمانه. الضمانه الوحيده اللي عندنا هي الله سبحانه وتعالى، ثم ايماننا، وهذا الايمان وهذه المعاني وهذه المفاهيم لا تهزمها لا الطائرات ولا الاسلحه ولا القتل. انتم كتشوفوا لو كان مات هنيه في الدار ديالو لحضر لجنازته بضع عشرات او بضع مئات، ولكنه مات مقتولا في سبيل الله وشهيدا في سبيل الله، فحضر جنازته العالم كله حضرها وصلي عليه في الاماكن العامه، والشهيد حسن نصر الله والعاروري وغيرهم واخرهم السنوار، هذا البطل الاسطوري الذي ستذكر رواياته وتاريخه ونضاله وجهاده وشجاعته وقوته ثم شهادته في الاجيال، وسيصبح اسطوره. هذه هي الموتى الاخوان، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أموتة كموتة البعير. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة صادقين، أن يرزقنا وإياكم الشهادة صادقين كيفما كان حال موتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنهض ينهض بلدنا وتنهض أمتنا، ونقوم بواجبنا حتى يكون لنا شيء نلقى به ربنا ونعتذر له به سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.